بادرة تهدف لإعادة الثقة بين المجتمع والمدرسة من ناحية، ومن ناحية أخرى لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية. أطلقت إدارة دمياط التعليمية مبادرة شارك تعلم بالمجان. بدايتها كانت بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية بنين، وتفرعت حتى وصلت لباقي الإدارات التعليمية بالمحافظة. الفكرة ابتدت العام الماضي، تمت الفكرة، كان في اجتماع مصغر لأسرة المدرسة من المعلمين وإدارة المدرسة، كان الهدف منها رفع المستوى التعليمي للطلبة. فتحنا القصة بقت لكل الطلبة من جميع المدارس بنين وبنات. فوجئنا يعني مع مرور الوقت أسبوع عن أسبوع الأعداد بتتزايد، بيوصل عندنا الأعداد ممكن في اليوم الواحد يبقى موجود في نفس التوقيت أكتر من محاضرة، يعني بيبقى في اليوم الواحد بمعدل حوالي من 2000 ل 2500 طالب في توقيت واحد موجودين. مبادرة وطنية حقيقي. أولا المعلم بيجي تطوعي زي ما أنت شايفة كده حضرتك، الورق بيبقى ألوان عشان الطالب ما يحسش الحاجة مجانية أقل من المستوى في الخارج، لا قد يكون أفضل. كده بدأ الطالب معايا أونلاين يبتدي يحل المحاضرة في مدة 20 دقيقة، وده برنامج أوفيس 365 وزارة التربية والتعليم وفرته للسادة المعلمين. بيكون الطالب أونلاين مع الوزارة. مدارس التعليم الفني شاركت في هذه المبادرة واشتركت بها، احنا بندعوهم للحضور لهذه المبادرة لكي يتعلموا بالمجان للتخفيف عن كاهل الأسرة. المبادرة شغالة في كل المواد، المواد العلمية والمواد الأدبية، يا ريت يعني تتعامل على كل محافظات الجمهورية لأنها مبادرة مجانية. الطلبة هم اللي بيختاروا معلمك. استجبنا لمبادرة التربية والتعليم وأصرعنا للمشاركة فيها كنوع من يعني تحفيز الطلاب، أو كنوع من مشاركة اجتماعية أو مجتمعية بيننا وبين الطلاب وبيننا وبين المجتمع. المبادرة شهدت إقبالا كبيرا وتزاحم من طلاب وطالبات المدارس الثانوية لحضور هذه المجموعات التي يشارك فيها أكفأ المعلمين من أصحاب الخبرات. حبينا أن احنا نشارك فيها، نشوف النظام ماشي ازاي دلوقتي أو كده، ونتابع تطورات التعليم. المبادرة دي بتنمي وتطور من فكرنا وعقلنا، ويعني سهلتنا حاجات كتير، خلتنا متفائلين وما فيش حاجة صعبة يعني علينا. بنتعلم فيها سواء غني سواء فقير، بيجي المبادرة دي بيستفيد منها كتير، بيدونا معلومات كتير جدا، بيفيدونا في حاجات كتير سواء في حياتنا التعليمية أو في حياتنا العملية. انطلاقة مميزة بحضور المكثف وهدف النبيل للتعليم بالمجان ولمواجهة غول الدروس الخصوصية، وعلى أمل أن تمتد المبادرة لتصل جميع مدارس الجمهورية. صفاء صابر، 90 دقيقة، قناة المحور.